هتكلم عن الفلسفه الماركسيه، بس انا مش حابب قوي تبقى الندوه متخصصه بالمعنى الاكاديمي، يعني الكلمه ان احنا مش بندرس فلسفه او الكلام ده، لكن ده مش شرط يكون تجربه في الندوه دي. لكن اللي يهمنا في الموضوع ازاي الماركسيه كحركه نضال وحركه تحرر اجتماعي وسياسي كانت مبنية على أسس فكرية ونظرية، كانت بتتصدى في واقع الأمر بأسس فكرية ونظرية تانية للطبقات اللي كانت سيدة في وقتها وما زالت سيدة، وإزاي قدرت تعبر الماركسية عن إنه الأفكار التسويقية هي بتعبر عن مجموعة مصالح اجتماعية وسياسية للطبقات المتحكمة. في البداية يعني احب اقول انه الفلسفه كعلم نقدر نقول عليه انساني مش طبيعي ينتمي للمنظومه الفلسفيه، هو مش مبني على اساس التراكم، بمعنى ان في حاجه بتيجي تمشي حاجه ثانيه. يعني مثلا في العلوم لو في كشف علمي جديد بيجب اللي قبله، يعني على سبيل المثال لما ثبت علميا ان الارض كرويه خلاص بقت النظريه اللي قبلها غلط بالكامل، يعني ان الارض مسطحه. الفلسفه بتختلف عن كده شويه، واغلب العلوم الانسانيه بتختلف عن كده، بمعنى انه اتجاهات كتيره ونظريات كتيره بتبقى موجوده بالتجاور مع بعضها. اي نعم بيسود بعضها او واحده منها في مرحله من المراحل نتيجه ظروف اجتماعية وسياسية ومعرفية كمان، لكن ممكن نلاقي ان الافكار كلها متجاورة. لو بصينا على تطور الفلسفة بشكل عام هنلاقي ان كان في اتجاهين رئيسيين في الفلسفة طول الوقت كانوا بيتصرفوا. الاتجاه المثالي المذهب او المدرسة المثالية في الفلسفة، والاتجاه المادي، ويمكن الاتجاه المادي ما تبلورش بشكل كامل كمدرسة فلسفية محكمة إلا على إيد كارل ماركس، لأنه كان طول الوقت من عصر الفلسفة اليونانية كان موجود مدرسة الطبيعيين وهيراكليز يعني واتجاهات كتير الطبيعيين والكلاميين وبعض الاتجاهات الفلسفيه اللي كانت بتعتبر اللي كانت ممكن تنتمي الى حد ما الى الفكر المادي اكثر من الفكر المثالي. لكن خلينا نبتدي بالفكر المثالي او الفلسفه المثاليه. الفلسفه المثاليه، ويعني مش عايزين نتعامل مع مصطلحات الفلسفه بشكل اخلاقي، يعني المثاليه دي كلمه اخلاقيه في عرفنا، يعني اجتماعيا لو بنتكلم على شخص على انه مثالي بنتكلم على انه هو شخص كويس. لكن الاصطلاحات الفلسفيه ما هياش اصطلاحات اخلاقيه، هي اصطلاحات بيبقى مقصود بها حاجه في الفكر الفلسفي. يعني المدرسه المثاليه يعني اصل تسميتها هي فكره المثال او الموديل، والمثال هو الحاجه الكامله، الحاجه اللي هي يعني كما ينبغي ان تكون، ويعني يعتبر اهم مؤسسي المثاليه هو افلاطون. مؤسسيه بمعنى ان هي بقت رؤيه كامله المعاني. وافلاطون كان بيعتبر انه العالم اللي احنا عايشينه هو عالم الوهم، وانه العالم الحقيقي هو العالم المثالي، وان كل ما هو مادي هو وهم. لان احنا ممكن يعني العالم المادي بنملكه بالحواس باللمس والشم والنظر، وانه الحواس ديت ممكن تختلف من شخص للتاني. يعني التفاحه حلوه ماشي، بس مش بالنسبه لكل الناس التفاحه حلوه، حد ما يحبش التفاحه. برضه ادراك كل واحد لطعم التفاح ممكن يختلف عن التاني، ممكن بالنسبه لنفس الشخص لو هو عنده شويه برد يبقى طعم الحاجات مختلف عن طعمها قبل كده. فبالتالي يعني افلاطون بناء على كده قال ان كل ديت عباره عن اوهام، وانه في عالم تاني اسمه عالم النسيج، في كل حاجه
شيء كاملة، انه في مثال كل حاجة، المثال اللي هو النموذج اللي ينبغي ان يكون عليه الشيء، واللي جزء منه ان هو ما بيتلفش، انه يعني اي حاجة مادية موجودة ممكن تبلى او تتلف، لكن الحاجات في العالم المثالي هي حاجات كاملة وما بتتلفش. طيب امال ايه العالم اللي احنا عايشينه دوت؟ ده ما هو الا انعكاس لعالم المصير. انا بشوف الكرسي دوت لانه في كرسي حقيقي والكرسي دوت مش حقيقي، وانه في كرسي حقيقي وفي شجره حقيقيه وفي عالم حقيقي بس كامل موجود بشكل ميتافيزيقي، بشكل مش ملموس، ما نقدرش احنا ده كان الاساس اللي بنى عليه افلاطون، الافتراضيه الاساسيه اللي بنى عليها افلاطون رؤيته المثاليه. في يعني الفلسفه بشكل عام طبعا طول الوقت الفلسفه لفتره طويله يعني في التاريخ كانت الفلسفه متداخله مع كل العلوم، يعني الفيلسوف هو كان الحكيم اللي هو يعرف الفلسفه ويفهم كله في العلوم، ما كانش فيه علوم مستقله بشكل عام، وكان الحكيم او الفيلسوف هو اللي بيدرك كل حاجه او اللي بيبحث في كل حاجه. بس بشكل عام اتفق على ان الفلسفه اي مدرسه فلسفيه بترتكز على ثلاث حاجات. اولها تفسيرها للوجود، نظريتها في الوجود، هي شايفه الوجود دوت ازاي وجاي منين ورايح فين ماشي، وطبيعته، كل الاسئله المتعلقه بالوجود. المحور الثاني المعرفه، طبيعه المعرفه وازاي نقدر نبني معرفه سليمة عن الوجود أو عن أي شيء تاني. المحور الثالث هو السلوك الإنساني، وده اللي هو ممكن يستقل بعد كده في علم الاجتماع وفي علم النفس، بس كان يعني بالأساس تفسير فكرة الخير والحق والشر والصح والغلط وما إلى ذلك. الاتجاه المثالي في الفلسفه لما اتعامل مع نظريه المعرفه كان افلاطون بيفسرها برضه بنفس المنطق المثالي، احنا ليه نعرف الحاجات ديت؟ الحاجات ديت رغم انها مش حقيقيه، رغم انها وهم، احنا ليه بندركها؟ احنا ازاي بندرك الاوهام؟ فافلاطون كان بيشوف انه احنا مش بنشوف الكرسي دوت، احنا بنفتكر الكرسي الحقيقي اللي احنا عارفينه من العالم المثالي، ان الانسان كان في وقت من الاوقات في عالم النسل وكان يعرف كل حاجه في عالم النسل، وان كل اللي بيحصل في المعرفه ان هو بيتذكر الحاجات اللي شافها في عالم النسل فيفتكر ان هي ديت الحاجه الحقيقيه. مش عايز اخش في تفاصيل كتير، لكن قبل ما اتنقل يعني على النقطة الثانية كنت حابب أقول إنه الفلسفة دايماً تأثرت بمستوى العلم والمعرفة في العصور المختلفة، بمعنى إنه طول الوقت كان في تفسير ميتافيزيقي، يعني إنه أفلاطون مش لاقي تفسير للوجود فبيفسره إنه في حاجة شيء موجودة وجودها أقوى وحقيقي أكتر من العالم اللي إحنا عايشينه، فبالتالي هي دي الحقيقه واللي احنا عايشينه هو الوهم. مع تطور العلم ودوت هنشوفه اكتر في الفلسفه الماركسيه بدات تضيق مساحه الميتافيزيقا وتتسع مساحه الفكر الطبيعي المتعلق بعلم الطبيعه، وبدات اكتر تنفصل علوم كتير عن الفلسفه. تطورت المدرسه المثاليه ووصلت لقمه تطورها مع هيجل. هيجل يعتبر هو اهم الفلاسفه المثاليين، وكان ليه نظريه تبدو اكثر منطقيه واحكاما من الفكر المثالي. كان بيشوف انه في الروح المطلق او العقل المطلق للعالم او للكون، وانه كل ما يحدث ما هو الا انعكاس لهذا العقل لما يجري
العقل والدماغ. الفرق الاساسي ما بين الفكر المثالي عن هيجل والفكر المثالي عن افلاطون هو الثبات والحركه. فكر افلاطون نقدر نقول عليه كان فكر استاتيكي شويه، بمعنى انه ده عالم الوهم وده عالم الموصل وده انعكاس للوهم. نتيجه للتطور اللي حصل في العالم على مدار اكثر من 1500 سنه من افلاطون لغايه تقريبا 1500 سنه كان في حاجات كتير بتحصل، كان في حروب بتحصل وكان في ثورات بتحصل وكان في مجتمعات بتتهدد وتتبني. طب ايه اللي بيحصل في العالم؟ كان هيجي بيقول ان ده انعكاس لصراع بيدور في العقل المطلق نفسه. انه وهنا كان ده اساس نظريه الجدل او الديالكتيك، انه العقل المطلق فيه افكار متناقضه، في فكره الخير وفكره الشر، والافكار المتناقضه بتتصارع، ولما بتتصارع بتوصل لفكره ارقى من الفكرتين دول. انه صراع المتناقضات دوت هو حاله التطور اللي بيمر بيها العقل المطلق، وانه ده بينعكس في الاحداث الارضيه او الاحداث الماديه اللي احنا بنعيشها. طب هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ماشي، اللي بيحصل بالظبط انه العقل المطلق بيتجه في مسيره ممتده من بدايه الكون لغايه نهايته علشان يدرك نفسه. انه الغاء، ودي اللي هو اتسمت الغائيه، اللي هي جايه من الغايه في فكر هيجل، انه الغايه العظمى لمسيره العقل المطلق دوت ان هو يدرك نفسه، ان هو يعي نفسه كعقل مطلق، وهو اللي بيحرك الكون او اللي بيحصل فيه هو اللي بينعكس في حركه اهم فكره او اجدد حاجه قالها هيجل هي فكره الجدل او الديالكتيك، اللي هي بتفسر الحركه بتاعت الكون، هي بتفسرها بانها انعكاس للعقل المطلق. لكن الصراع ما بين المتناقضات، الصراع بين حاجات عكس بعضها وتحول الحاجات ديت لحاجه افضل او ارقى او اعلى منها عن طريق الصراع دوت، ده كان اللي قدر كارل ماركس يبتدي يتعامل معاه لكن بشكل مختلف على اساس التفسير المادي للعالم مش التفسير الانساني. كان انطلاق ماركس من تفسير التاريخ، هو ايه اللي حصل في حركه التاريخ؟ اللي حصل في حركه التاريخ صراعات ممتده من بدايه التاريخ لغايه دلوقتي، والصراعات ديت دايما ليها اسباب. والاسباب ديت موجوده بالفعل في العالم المادي، ما كانتش من اي مكان تاني. طبعا الفلسفه ما بتعتمدش على الاثبات العلمي، عشان يعني المثال تبقى واضحه. يعني اول سؤال عشان ممكن واحد افكر فيه لما هيجي يجي يقول لي انه في عقل مطلق بتحصل في احداث وكده، اقول له فين؟ طب شكله ايه؟ طب ازاي؟ طب اثبته لي. طب كده الفلسفه ما بتعتمدش على اثبات الفلسفه مبنيه على انه تبقى بنيتها مع بعضها منطقيه، بمعنى ان ما تبقاش متناقضه داخليا مع بعضها. يعني الكلام بتاع افلاطون مفيش اي دليل عليه، لكن هو كان بالنسبه لافلاطون وللي تبنوا ديت هو متصف مع بعض. يعني ما نقدرش نقول ان هو متناقض مع بعض. طبعا في تناقضات ظهرت بعد كده، بس في الوقت ده ما كانش فيه حاجه اسمها ما كانش ممكن اثبات تناقضاته نظرا لطبيعه المعرفه والثقافه والعلم في المرحله دي. طيب ماركس شاف انه في صراع دائري، انه المجتمع اللي احنا بنعيش فيه في تناقضات داخليه، في طبقات بتملك وطبقات بتعمل، سواء ابتداء من المجتمع العبودي للمجتمع القطاعي للمجتمع الراسمالي، انه تناقض المصالح بينهم بيؤدي لصراع. العبيد بيتصارعوا مع القطاعيين، والعبيد بيتصارعوا مع الساده، والعمال بيتصارعوا مع الراسماليين، وانه من خلال الصراع دوت المجتمع بيبتدي يهيل النقل. الفلاحين بيفضلوا يتصارعوا في المجتمع العبودي
لغايه ما ينتهي المجتمع العبودي ويظهر مجتمع تاني اعلى من المجتمع العبودي اللي هو المجتمع الاقطاعي. الفلاحين او الاقفنان بيتسارعوا في المجتمع الاقطاعي لغايه ما ينهار المجتمع الاقطاعي ويظهر مجتمع اعلى منهم اللي هو الاسفليه. وشاف انه الصراع في المجتمع الراسماليه ما بين الطبقه العامله والراسماليه وهو دوت اللي هيؤدي للاشتراكيه. وشاف انه المجتمع التالي على الراسماليه مجتمع لا طبقي. او في احتمال يبقى مجتمع لا طبقي لو نجحت الطبقه العامله في الصراع ضد الراسماليه. وكان تفسيره ببساطه انه الراسماليه تختلف عن الانظمه السابقه ليها انها النظام الاقتصادي اللي قدر يخلق قدرات انتاجيه تفوق احتياجات البشر. بمعنى ان ممكن يتوزع الانتاج على كل الناس ويبقى فيه فقر. بمعنى ان مش هيبقى فيه الندره اللي تخلق الصراع. من هنا شاف ماركس انه الصراع ما هوش في حاجه بره الماده، ما هوش في منطقه ميتافيزيقيه وبينعكس على الأرض. لا، شاف ان الصراع هو الصراع اللي حاصل بالفعل قدامنا واللي هو بناء عليه بيتطور المجتمع. طيب طبعا انا بتكلم من دول المدرستين الاتجاهات الفلسفيه الرئيسيه، بس في اتجاهات ثانيه ظهرت طول الوقت مش هقف عندها. هي اتجاهات ارتبطت رغم انها كانت موجوده برضه لفتره طويله في تاريخ الفلسفه، لكن هي ظهورها و تسيرها لفتره كان مرتبط بظروف موضوعيه وظروف اجتماعيه في نفس الوقت. على سبيل المثال الوجوديه. الوجوديه الوجوديه رغم انها كانت موجوده كنزعه او كفكره، والوجوديه مرتبطه اكتر ب قيمه الفرد، الانسان الفرد، وبترفض فكره او الحاجات اللي بتدمج الناس في بعضها وبتخليهم كتله واحده زي ما نقول مثلا البشر او الطبقه او يعني انت تستعيد عن فكره الانسان الفرد بفكره كتله مصمطه ملهاش معالج من بعضها. ودي كانت موجودة لفترة طويلة، لكن كانت موجودة كأفكار لفترة طويلة وكنزعات، لكن تحولت لمدرسة فلسفية واضحة المعالم وكان ليها شعبية كبيرة بعد الحرب العالمية الثانية على وجه أو في المرحلة دي قبل وبعد الحرب العالمية الثانية. وده كان مرتبط بطبيعة الصراعات اللي ظهرت في الوقت دوت، يعني الحروب الكبيرة اللي أدت يموت ملايين من البشر عشان اهداف مش واضحه بالنسبه للافراد اللي ماتوا دول، ادى ل يعني حس فيها الوجوديين او شاف فيها الوجوديين اهدار لقيمه الانسان بصفته انسان، يعني مش بصفته طبقه او مش بصفته عرق او يعني او ديانه او ما الى ذلك. فازدهرت اكثر الفلسفه الوجوديه في المرحله ديت ردا على اهدار قيمه الانسان، وكان ساعتها الصراع ما بين قطبين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده وخلفائها الشرق والغرب، يعني ما بيبانش فيه قيمه الشخص الانسان، يعني ما بيبانش فيه النزاعات الانسانيه، وكان فيه استعداد لمحو العالم كله في حرب نووية. كانت الفلسفة الوجودية رد على التحولات اللي حصلت في المرحلة ديت. كمان مثلا الوضعية المنطقية اللي هي أقرب للمجال الميكانيكية اللي اتطورت في ما بعد القرون الوسطى، وإن كانت برضه موجودة قبل كده، لكن اتطورت ما بعد القرون الوسطى وظهور العلم النظريه المقدمه والنتيجه وكل رد فعل وما الى ذلك، و يعني تطور العلوم بعد كده تجاوز الوضعيه المنطقيه. نرجع للماركسيه. في نقطه متصور فورا اول ما نقول انه في
طبقات الصراع وبتنتج مجتمع تاني، وإن الصراع داير على الأرض، وإنه لما ظهرت الطبقات الاجتماعية بعد المجتمع المشاعي الأول ظهر الصراع الاجتماعي، والصراع الاجتماعي دوت اتنقل المجتمع من العبودية للإقطاع للرأسمالية والمفروض يكون الاشتراكية. يعني واضح إن في مسطرة العالم ماشي عليه، والكلام دوت يبدو مش مادي. يعني بمجرد ما اقول كده المفروض حد يرد على طول ماشي ويقول الله، مش احنا قلنا ان المجتمع مش ماشي او العالم مش ماشي وفقا لخطوات مقدره سلفا؟ والا نبقى رحنا تاني عند المثاليه اللي احنا بنتكلم انه المشاعيه العبوديه او القطاع الراسماليه الاشتراكيه. طيب ما ده حاجه قريبه قوي من الفكر المثالي اللي شايف انه في سيناريو معد مسبقا واحنا ماشيين عليه. ده اكتر تشويه حصل للفكر المركزي، فكره الحكميه. وفكره الحكميه مبنيه على العلوم ما بعد العصور الوسطى، علوم عصر النهضه، اللي هي كانت علوم بسيطه. يعني احنا بنتكلم عن الجاذبيه، اي حجر هيتساب هيقع على الارض، دي حكميه. قوانين الطبيعه قوانين حكميه، صح؟ لا مش صح. قانون الطبيعه عند مستوى معين قوانين حكميه. العلم اثبت الحكميه في مرحله معينه، واثبت في مرحله ثانيه انه مفيش حكميه في الكلام. ويعني ممكن نتكلم على حاجتين علميين، يعني حاجتين في العلم مفيدين جدا في النقطه. نظريه الكم، ماشي، مش انا قلت لكم في الاول انه الفلاسفه كانوا بيلموا كل العلوم؟ احنا لما بنشوف كل العلوم. نظريه اسمها ميكانيكا الكم لماكس بلانك، ودي كانت في القرن العشرين اظن، في منتصف القرن العشرين. ايه الكم دوت؟ الكم ده اللي هو اصغر حاجه، ماشي، اللي هي الجسيمات الصغيره جدا. طيب ميكانيكا الكم ديت هل هي مختلفه عن ميكانيكا السيارات وحركه الكتل الطبيعيه؟ مختلفه، ماشي، بمعنى انه احنا مش هنقدر، يعني لو في عربيه وزنها نص طن نازله على منحدر وعامل الاحتكاك كذا وسرعه العربيه كذا، نقدر نعرف المنحنى دوت عامل زاويه مع المستوى الافقي قد كذا، نقدر نعرف. لو عرفنا الحاجات دي نقدر نقول انه لو اتحركت من السرعه صفر هيبقى بعد 20 متر سرعتها كام بالظبط. ده بالنسبه للعربيه النص طن والمنحنى اللي احنا شايفينه والمعطيات اللي ممكن نتعامل بيها في الرياضه بتاعت الثالثه اعدادي، اظن كلكم درستوا الثالثه اعدادي. لكن بالنسبه للجسيمات المتناهيه الصغر مش ممكن نعرف الحاجات دي. ماشي؟ في حاجه ثانيه اسمها نظريه الاحتمال. انه الالكترون وهو بيلف حوالين الذره مثلا، لو زاد الطاقه ماشي ممكن يحصل له كذا او كذا. ماشي؟ ان لو قذفت ماشي ذره مثلا بنيوترون قد تمتص النيوترون وقد تنشق. دايما هيبقى عندي احتمالات، مش هقدر اعرف بشكل مسبق هنوصل لايه. طبعا هتسالني على طول تقول لي ازاي بيعملوا انشطار نووي؟ ماشي؟ لانه في احتمال 1% انه لما النواه بتاعه اليورانيوم تنشطر لما ارميها بالنيوترون، ده معناه ان انا لازم ارمي 300 نيوترون عشان ذره تنشطر. ماشي؟ يعني الاحتمال ما بينفيش ان انا ممكن اعمل تجربه علميه، ماشي؟ ان انا هعوض بالكم. فالاحتمال اللي انا عايزه يتحقق هيتحقق في احد المرات. بس يعني بقى في حاجه ثانيه في العلم اسمها الاحتمال. بقى في حاجه اهم ثانيه اسمها عدم اليقين. ودي نظريه لواحد اسمه هايزنبرج الالماني. كان بيقول حاجه بسيطه جدا. تخيل الجسيمات اللي انت بتدرسها هي عباره عن كور رياضي ومحطوطه على الترابيزه. بس الكور ديت فيها خاصيه،
انه اول ما تنور النور هتتحرك. ودي خاصيه في الجسيمات انه الضوء عباره عن فوتونات، الجسيمات ديت لو تمتصل فوتونات بتغير خالص. ده معنى ايه؟ ده معنى قاعده في العلم الحديث انه المراقب جزء من التجربه. انت ممكن تبقى العربيه ماشيه على الكوبري وانت واقف تحسب العربيه ماشيه بسرعه ايه، انت ما قصرتش في العربيه. لكن عند مستوى معين من البحث العلمي يعني المراقب بيتحول لجزء من التجربه، بمعنى ان انت بمجرد ما تحاول ترصد مكونات التجربه، التجربه ديت بتتغير، بتحرص فيها، بتعمل فيها تغيير. طب وده معناه ايه؟ ده معناه ان انا مش هقدر احدد اي حاجه. مش هقدر احدد كل حاجه في نفس التجربه. ده معناه ان انا بالنسبه لجسيم بيتحرك اقدر اعرف اتجاهه او سرعته ماشي او وزنه او كذا، لكن مش هقدر اعرف كل الحاجات ديت في نفس اللحظه، لاني عشان اعرف اتجاهه هاثر على سرعته. لو ما اثرتش على اتجاهه هاثر على سرعته، لو ما اثرتش على سرعته لازم اغير اتجاهه. ماشي، احنا بنقول الكلام ده ليه؟ ماشي، احنا كنا اتكلمنا عن الموضوع فلسفه، الكلام ده مش فلسفه، طلع فيزياء، ده لسه الاحياء جايه والكيمياء يعني. ليه بنقول الكلام ده؟ ردا على الماديه الميكانيكيه. يعني مثلا حصل ايه من شهر؟ تم رفع الدعم عن الوقود. احنا كماركسيين كناس درس ماديه انه الضغط على الطبقه العامله وافقارها لازم يؤدي لانفجارها. اللي حصل ان الماركسيه دي طلعت غلط، انه اترفع الدعم عن الوقود والاسعار زادت بشده وما حصلش انفجار. ما حصلش انفجار لانه الماديه الميكانيكيه غلط. لان انا اتكلمت عن متغير واحد انه الضغط على مستويات معاشي الطبقه العامله والفقراء. لكن انا لازم اشوف السياق التاريخي اللي بيحصل فيه كل الكلام دوت. بمعنى حصل سلسلة من الانفجارات الثورية نتيجة للضغوط ديت في السابق، في فترة يعني في نفس الجيل، نفس البشر، وقدموا تضحيات كبيرة وأظهروا تحدي شديد للسلطة وقدروا إن هم يحدثوا تغييرات كبيرة. بقول إنه الفكر الفلسفي تأثر دايما بتطور العلوم في مراحل مختلفة، وده بالذات اللي بيضرب الفكرة المثالية الأساسية إن في معرفة مستقلة عن العالم. بالتأكيد اللي نعرفه دلوقتي مختلف خالص عن اللي كان يعرفه الناس من 50 سنة، مش هقول من قرن، ومش لسبب إلا لأنه في معطيات مادية اتغيرت، سواء الواقع أو حتى أدوات المعرفة نفسها